السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المفيد في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي. إذن في هذه الحصة سنتطرق لدرس جديد حول المحيط والمساحة متوازي الأضلاع وشبه منحرف في الصفحة 109. ونبدأ هذه الحصة لنبحث جميعا. وضع أحد المهندسين المعماريين أرشيتكت تصميما عجيبا لبناء فيلا. انظر الرسم. إذن في نهاية هذا البحث سنحسب قياس مساحة الحيز المخصص للبناء. إذن نبدأ بالسؤال الأول لنحسب قياس مساحة المضلع ABEF والمضلع BCDE وماذا نستنتج؟ إذن هنا يا طبيعة الحال إلا جينا نشوف المضلع ABEF يعني هذا المضلع هذا المضلع هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن شبه منحرف، ولكن حنايا ما خصناش نطبقوا القاعدة ديال شبه منحرف اللي احنا رحنا عارفينها، ولكن لان في النهاية غادي يقولوا لنا استخلص قاعدة حساب مساحة شبه منحرف ومتوازي الأضلاع، وبالتالي فغادي نكونوا غالطين الى حسبنا بالطريقة ديال القاعدة ديال شبه منحرف حساب مساحة شبه منحرف. اذا هنا كيفاش غادي نحسبه؟ غادي نحسبه بالطريقة التالية. غادي ناخدو هاد الشكل وغادي نقسموه لثلاثة ديال الأشكال الهندسية اللي احنا كان عارفو مسبقا المساحة نتاعها. كاين عندنا هذا مثلث، وعندنا هذا مثلث، وعندنا هذا مستطيل. وبالتالي فمساحة شبه منحرف ABEF غادي تكون هي مساحة المثلث ومساحة المستطيل والمثلث الأكبر. كيبقى أننا خصنا نحدو القياسات. إذن المثلث هذا احنا كنعرفو المثلث شنو كنحتاجو فيه؟ كنحتاجو طول القاعدة والارتفاع. الارتفاع عندنا 30، الارتفاعات كلها هذه كتساوي 30. إذن ها احنا المثلث الأول، فإلا بغينا نحسبو المساحة غادي نجيو نكتبو S مساحة المضلع ABEF غادي تكون كتساوي شنو؟ 9 في 30 على 2، هذه مساحة المثلث الصغير، زائد مساحة المستطيل. هنا المستطيل هنا هي 50، منين جبنا هاد 50 كاين الفوق، ها هي. إذن 50 وعندنا ارتفاع 30، إذن زائد 50 في 30 زائد مساحة المثلث الكبير. المثلث الكبير هاد الضلع هذا خصنا نعرفو شحال. إذن باش نعرفو شحال هاد الضلع، حنا عندنا شنو عندنا؟ عندنا هذا فيه 90، وهنايا عندنا 9 و50، يعني 90 ناقص 59 دونك غتعطينا 31. إذن فهذا الضلع هذا غادي يكون كيساوي 31، لأن غنقصو 50 غتبقى 40، 40 نقصو منها 9 غتبقى 31. إذن ماذا ستساوي مساحة المثلث الكبير من بين أجزاء هذا الشبه منحرف؟ غتكون هي 31 في 30 على 2 لأنه مثلث. إذن هنا هذا الشيء كامل إلا بغينا نحسبو المساحة نتاع المضلع الأول. إذن نديرو عملية حسابية. إذن عندنا 9 في 30 هي على 2، يعني 9 في 15، زائد 50 في 30، زائد 31 في 30 على 2، يعني 31 في 15. إذن النتيجة هي 2100. إذن 2100 هي مساحة المضلع الأول. غادي نمسحو هاد الشي هذا وغادي نرجعو للمضلع الثاني. إذن المضلع الثاني فقط هو نفس المضلع، حنا بطبيعة الحال خصنا نديرو نفس الطريقة، وبالتالي راه غنلقاو لا ميم شوز. دونك غادي نجيو هنا غادي نديرو S، غادي تعطينا 9 في 30
على جوج هي مساحة المثلث الصغير هذا، ثم زائد 50 × 30 هي مساحة المستطيل الجزء الثاني ديال، زائد 31 × 30 على جوج اللي هي مساحة المثلث الكبير. إذن في النهاية غادي نلقاو عاوتاني في الحساب 2100 متر مربع. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن المساحة ديال أن شبه منحرف، شبه منحرف A B E F و شبه منحرف B C D E لهما نفس المساحة، لهما نفس المساحة. غادي ننتقلوا للسؤال الموالي. السؤال الموالي شنو كيقول؟ قارن لنقارن مساحة المثلثين A E F و C D K. A E F و C D K. دونك فينا هو دونك هذا مع هذا، بغينا نقارن المساحة نتاعهم. واش غادي نحسبوها؟ ماشي ضروري نحسبوها، فقط حنايا شنو غادي نقولوا؟ المثلثان لهما نفس الأبعاد، لهما نفس أبعاد القاعدة والارتفاع. إذن شنو غادي نقولوا؟ فلهما نفس المساحة، فلهما نفس المساحة. إذن علاش؟ لأن عندهم نفس الارتفاع اللي هو 30، وعندهم نفس القاعدة اللي فيها 90، غير هما مقلوبين فقط. غادي ننتقلوا للسؤال الموالي. شنو كيقول؟ لنحسب قياس مساحة متوازي الأضلاع ACDF. هنايا واش غادي نطبقوا قاعدة حساب متوازي الأضلاع اللي قرينا في السنة اللي مضات؟ لا، هنا خصنا نفكروا أوتخومون. كيفاش غادي نفكروا؟ غادي نفكروا بهذه الطريقة. هذا هو متوازي الأضلاع اللي بغينا نحسبه المساحة نتاعو، هذا الذي أحيطه بخط أسود. هاد متوازي الأضلاع أنا شنو كنعرف؟ كنعرف نحسب مساحة المستطيل. إذن هاد المثلث هذا غادي نحل غنحذفو وغادي نرجعو هنا. أنا ناخد لاكوم غادي نحذفو كوميتون كاع ما كاينش، هذا هزيناه وحطيناه هنا لأن عندنا نفس المثلث. علاش؟ لأن هنا 90 وهنا 30، وهذا فيه 90 وهذا أنا 90 وهنا 30، وبالتالي في المثلث الشكل ديالنا شنو غادي يولي؟ الشكل ديالنا غادي يولي هو هذا. إذن هذا هو شبه متوازي المستطيلات اللي كان عندنا، رجعناه على شكل مستطيل. هذا المستطيل شنو الطول ديالو؟ غادي نحسبوا الطول ديالو ونحسبوا العرض نتاعو. إذن شنو حال غادي يكون الطول ديالو؟ الطول ديالو غادي يكون من هنا لهنا، هنايا عندنا من هنا لهنا عندنا 50، وهذا مع هذا 90. علاش؟ لأن هذا كان مع هذا عطي 90، وهذا حيدناه ورجعناه هنا، وبالتالي فغادي تكون عندنا 90 زائد 40، 90 عفوا زائد 50 هي 140. إذن هاد متوازي الأضلاع اللي كان باللون الأصفر حولناه المستطيل، وأصبح عندنا ذلك المتوازي الأضلاع هو عبارة عن مستطيل، مساحة ديالو غتكون الطول في العرض، حيث الطول هو 140 والعرض هو 30. غادي نضربو 140 × 30، غادي تعطينا 4200 متر مربع. السؤال الموالي، لنقارن مساحة متوازي الأضلاع مع مجموع كل من مساحة شبه منحرف و شبهي منحرف، شبه منحرف الأول والثاني. إذن غادي نقارنو، لاحظوا هنايا غادي نقارنو هاد المساحة اللي حسبنا هنايا ديال
متوازي الأضلاع غادي نقارنوها مع المجموع نتاع شبه منحرف الأول وشبه منحرف الثاني. إذن غادي نجيو نقولوا غادي نجيو أولا نحسبوا مجموع مساحتي شبهي منحرف. إذن شحال تساوي المجموع؟ تساوي 2100 زائد 2100 كتعطينا 4200 متر مربع. إذن شنو كنلاحظو؟ كنلاحظو أننا لقينا نفس المساحة. إذن شنو نقولو؟ نستنتج إذن مساحة إذن مساحة مجموع أو لا مساحة متوازي الأضلاع تساوي ماذا؟ تساوي مجموع مساحتي شبهي منحرف. إذن هنايا شنو كنلاحظو؟ شنو غادي نستخلصو؟ غادي نستخلصو بأن استخلاص قاعدة حساب مساحة متوازي الأضلاع وشبه منحرف. متوازي الأضلاع غادي نبداو بمتوازي الأضلاع. غادي نهضرو على متوازي الأضلاع هو الأول. بالنسبة لمتوازي الأضلاع ومن بعد غادي نهضرو على شبه منحرف. بالنسبة لمتوازي الأضلاع شنو كتساوي مساحته؟ مساحته هي تساوي شنو؟ إذن مساحته هي القاعدة في الارتفاع الموافق. غادي نرجعوا للشكل وغادي نفهموا هذه القضية هذه. دونك هنايا إلا بغينا نحسبوا مساحة متوازي الأضلاع غادي ناخذ القاعدة هذه هي القاعدة وكنضربوها في الارتفاع الموافق لها. هذا هو الارتفاع الموافق. إذن هذه هي مساحة متوازي الأضلاع. بالنسبة لمساحة شبه منحرف شنو كتساوي؟ غادي تكون هي القاعدة الكبيرة زائد القاعدة الصغيرة في الارتفاع على 2. علاش هاد الشيء هذا؟ لان الا رجعنا للشكل فاحنا فاش حسبنا ما شعرناش بان راه جمعنا القاعده الكبيره هذه مع هذه. هذه راه هي القاعده الصغيره نتاع شبه منحرف. غير حنا دمجنا جوج ديال شبه منحرف متقايسين وقسمنا على جوج. علاش قسمنا على جوج؟ باش حصلنا غير على شبه منحرف واحد وبيان سير ضربنا في ارتفاع. دونك هذه هي طريقه حساب مساحه شبه منحرف. اذا غادي نمشيو للتمرين الأول ونحاولوا نطبقوا هذا الشيء. أولا أمرر محيط كل من المضلعين بالأحمر وألون مساحة كل منهما بالأخضر. إذن غدا نأخذ الأحمر وغادي نمرر يعني كندوزو على المحيط باش كنعرفوا شنو هو المحيط. المحيط هو عبارة عن طول. إذن هذا هو المحيط. هذا المحيط بالأحمر ديال من ديال متوازي الأضلاع. ديال متوازي الأضلاع.
وبالنسبه لشبه منحرف كذلك ان هذا هو المفهوم ديال المحيط، اذا داك الخط المتقطع غندوزو عليه، اذا هذا هو المفهوم ديال المحيط. بالنسبه للمساحه هو ما يوجد داخله، اذا هذه هي المساحه الداخليه. انا ما غاديش نلون كلشي، ولكن هو المطلوب نورمالمون التلوين ديال الشكل ككل. اذا هذه هي المساحه، اذا ما يوجد داخل، هذا هو المفهوم ديال المحيط. والمساحه بالنسبه للاشكال الهندسيه. اذا غادي نمشيو للسؤال الثاني. اسمي كلا من المضلعين، اذا بالنسبه لهذا متوازي اضلاع، متوازي الاضلاع، وهذا شبه منحرف، شبه منحرف. السؤال الاخر هو اننا خصنا نحسبوا المحيط والمساحه ديال كل واحد. اذا دابا الا بغينا نحسبوا المحيط بالنسبه لمتوازي الاضلاع، دونك المحيط غادي يكون هو بي. شنو كيساوي المحيط؟ كل ما يحيط. اذا هو بحال المحيط قاعده الضلع الكبير 16 زائد الضلع الصغير 12 مضروبه في جوج، دونك هذا هو المحيط. يعني راه عطينا 28 هي 56 سنتيمتر. المحيط بحال اللي كنجمعوا جوج هادو بجوج وهادو بجوج، كنجمعوا جوج هذا مع هذا وكنضربوا في جوج. عاوتاني بالنسبه لشبه منحرف، لا، شبه منحرف المحيط نتاعو غنجمعوا الاضلاع. اذا عندنا القاعده الكبيره هي 24، كنا غنعاود القاعدة الكبيرة 24، القاعدة الصغيرة 14، الساق عندنا 12 زائد 12، هذه 24، هذه 24، 12 12، هذا هو المحيط. إذن غادي نديرو عملية حسابية تاع هادشي، دونك 24 و 24 48 50 52، دونك نعاودو نحسبو باش ما نغلطوش. دونك 24 24 48 48 لازلنا عليها 14 62 عفوا 62 سنتيمتر، دونك وهنا 56 سنتيمتر. إذن هنايا احنا حسبنا، احنا حسبنا المساحتين، ها عفوا المحيطين. دابا غنمشيو للمساحة. المساحة هي اللي درسنا بطبيعة الحال في سابقا. إذن اس بالنسبة لمتوازي الأضلاع شنو قلنا على المساحة؟ قلنا باننا شنو كنديرو، كناخدو القاعده، القاعده عندنا فيها 16 والارتفاع الموافق لديك القاعده. شنو كيعني الموافق اللي نازل على ديك القاعده؟ اذا 8، اذا يعني 16 في 8، اذا هذا هو. وغادي نلقاو النتيجه بالسنتيمتر مربع، اذا 16 مضروبه في 8 كتعطينا 128. ثم بالنسبه لشبه منحرف قلنا القاعدة الصغيرة والكبيرة المجموع ديالهم، إذن 24 هنا إلا بغينا نوضحو القاعدة الكبيرة هي هادي 24 زائد القاعدة الصغيرة 14 في الارتفاع الموافق هو 8 على 2، إذن 30 2. الحمد لله، دونك أعتذر. دونك هنايا 30 38 مضروبة 8 على 2 هي 4، إذن غتعطينا 38 مضروبة في 4 152، إذن 152 سنتيمتر مربع، لأن المساحة ثنائية البعد. إذن نتأكدو من هاد المساحة الأخيرة، 24 زائد 14 مضروبة في 8 مقسومة على 152. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة هذه حول المحيط والمساحة لمتوازي الأضلاع وشبه منحرف من كتاب المفيد.